إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، لا زال بنا الحديث في الوصايا العشر الواردة في آخر سورة الأنعام، وقد سبق أن تناولنا الوصية الأولى والثانية والثالثة، وها نحن اليوم نتناول الوصية الرابعة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش التي هي كل خصلة يقبح فعلها، المتناهية في القبح، تلك هي الفاحشة، وتشمل بهذا العموم كثيرا من المعاصي والذنوب، لكنها وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تستعمل أكثر ما تستعمل في العلاقات الجنسية المحرمة، فورد إطلاقها على الزنا، حيث يقول تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وورد إطلاقها كذلك في القرآن الكريم على الشذوذ الجنسي، على اللواط، إذ يقول تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء إطلاقها أيضا على نكاح ذوات المحارم، النساء التي لا يجوز لك شرعا زواجهن، النكاح على هؤلاء أيضا من الفواحش، ولا سيما امرأة الأب،
يقول تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في العلاقات الجنسية المحرمة. ولاحظ التعبير القرآني، لم يقل ربنا تبارك وتعالى: ولا تفعلوا الفواحش، وإنما قال: ولا تقربوا الفواحش. هناك فرق بين لا تقربوا وبين لا تفعلوا. النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الفعل، إذ الأول يشتمل على الابتعاد عن طريق عن جميع الطرق الموصلة إلى الجريمة، وهذا ما أكد عليه نصوص القرآن والسنة، إذ ورد في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يقرر القاعدة الشرعية المعروفة بقاعدة سد الذرائع، يعني سد الوسائل التي يتوصل بها إلى الفاحشة، سد جميع الوسائل التي يتوسل بها أو يتذرع بها إلى فعل الفواحش. ولهذا الله تبارك وتعالى حرم النظرة أو حرم النظر إلى الأجنبية وإلى الأجنبي من باب سد الذرائع. يقول تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحرم تبارك وتعالى كذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم كذلك سفر المرأة المسلمة بلا محرم، وحرم كذلك لمس جسد المرأة الأجنبية، وأمر ستر العورة والاحتجاب، وأمر الحياء. كل هذه الأبواب تأتي تحت قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش، إذ عدم القربان عدم الاقتراب منها يعني الابتعاد عن كل الوسائل التي تقربك من فعل هذه الفواحش والقبائح. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، منها ما هو علني ومنها ما هو سري. والله تبارك وتعالى حرم الظاهر منها والباطن، لأن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. وقد جاءت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعنى، كما جاءت آيات القرآن الكريم كذلك. يقول تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وجاء في الصحيحين عن المغيرة بن الشعبة قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه:
لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله تبارك وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وجاء في حديث عبد الله المسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هكذا تتضافر أدلة القرآن والسنة على حرمة وحظر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله تبارك وتعالى وضع الحدود والتعزيرات والزواجر لكف الناس عن الفواحش، ليبقى المجتمع مجتمعا نقيا، ليبقى المجتمع مجتمعا نظيفا، لإبعاد المجتمع عن التلطخ بالأوساخ، بالقاذورات، بهذه الجراثيم، حتى يبقى المجتمع مجتمع عفة ونظافة. حرم تبارك وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ووضع الحدود الزاجرة في ذلك. قال تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم، جلد وتعذيب للزجر والكف، بل الزاني المحصن حده أن يقتل، أن يرجم ويعدم بالحجارة، وقد كان ذلك واردا في القرآن الكريم فنسخ لفظه وبقي حكمه، ووردت بذلك الأحاديث المتواترة عن الصحابة رضوان الله عليهم، مما لا يدع شكا في مشروعية وبقاء هذا الحكم في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الله تبارك وتعالى شرع لزجر الناس عن هذه القاذورات، شرع العقوبة الاجتماعية، المقاطعة الاجتماعية على الزاني والزانية، بحيث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لأنه خبيث ولا يستحق أن ينكح إلا خبيثة. الطيبات الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، الطيب للطيب، والخبيث للخبيثة. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وذكر في نكاح المؤمنين بعضهم بعضا، فقال تبارك وتعالى: محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هذه الخطبة اللي هي خير الأبس ده واحد ضبان يسبناكم
محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وقال في شأن النساء: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. نعم، مقاطعة اجتماعية حتى يشعر بالضيق ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. نعم أحبتي في الله، حتى تبقى القيم الأخلاقية في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الفواحش يترتب عليها عقوبة عاجلة قبل الآجلة، عقوبات وكوارث ومصائب عاجلة للنوع البشري قبل الآجلة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم، أمراض مستعصية لم تكن في الماضي. هذه ثمرة من ثمرات الفواحش. ولهذا ذكر الأطباء أن الشذوذ الجنسي، أن اللواط يكون سببا في تعدية بضعة عشر مرضا وجرثومة، الواحد منها يؤدي إلى هلاك قدر كبير من البشر. ولهذا بعدما تفشت الفاحشة في المجتمعات المعاصرة ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا المرض، بمرض أيدس، فقد المناعة المكتسبة، فيؤدي في كل سنة بموت آلاف بل موت ملايين من البشر في كل سنة. ما من يوم بل ما من ساعة إلا ويموت بهذا المرض خلق من خلق الله، وسببه الفاحشة، عقوبة من الله سببها تفشي هذه الفاحشة في المجتمعات البشرية. قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق وهو الصادق المصدوق، قبل 1400 سنة ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالأوجاع والطاعون، طواعين التي لم تكن في أسلافهم. مصداق هذا الواقع الذي نعيشه اليوم هو مصداق لقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل اللواط أكرمكم الله، الشذوذ الجنسي أعزكم الله، أصبح أمرا متفشيا ومشروعا في المجتمعات المعاصرة الكافرة الغربية بالذات، لها قوانين تحميها. إذا أنكر عليه منكر، منكر حتى ولو كان على منبر مسجد، إذا أنكر على الشذوذ الجنسي من اللواط وغيره منكر، ذلك يعتبر جريمة، يعاقب صاحبه عليها لهذا الحد. بل بدأت الكنيسة تزوج الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وبدأت الدول الغربية تعتبر ذلك وتعطيهم حق الأسرة، حق الأسرة. والمنكر على هذا الصنيع وعلى هذه الفواحش
يعتبر أنه تعدى على الحريات الشخصية، وبالتالي يعاقب على أساس القانون. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن أمة من أمم التاريخ، أمة قوم لوط، فعلت هذه الفاحشة ولم يسبق إليها أحد من العالمين، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم، تتركون النساء وتذهبون إلى الذكور. الله خلق تبارك وتعالى وفطر الخلق على أن يقضي الذكر شهوته بالأنثى، وأن تقضي الأنثى شهوتها مع الذكر. ذلك قانون العالم، ليس خاصا ببني البشر، بل ذلك قانون الحيوانات كلها. شوف الأنعام، من البقر، من الغنم، من الإبل، لا تجد ذكرا يقضي حاجته أو يطلب حاجته في ذكر. الحيوانات والوحوش البرية، الطيور والحشرات، لا تجد الذكر يذهب إلى الذكر ليقضي حاجته، ولا تجد الأنثى تذهب للأنثى لقضاء الحاجة، بل يذهب الذكر للأنثى والأنثى إلى الذكر لقضاء الحاجة. قانون رباني وفطرة كونية، ليست خاصة ببني البشر، إلا أصحاب الشذوذ من بني البشر الذين شذوا عن هذا المنهج والمبدأ الرباني. وقد صدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الحشرات، وأضل من الحيوانات، وأضل من الوحوش، وأضل من الطيور. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الحيوانات هذه على الفطرة وعلى طريق الفطرة، أما هؤلاء فقد انحرفوا وابتعدوا عن الفطرة وعن العفة والنظافة، وحاربوا القيم الأخلاقية، فهم على شفا هلكة، لأن الله تبارك وتعالى أهلك قوم لوط أشد الهلاك. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين. نعم، الله تبارك وتعالى قلب تلك القرية وأهلكها أشد الهلاك، وعذبهم عذابا لم يعذب أحدا قبلهم. ولهذا أورد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عن جمهور العلماء، بل نقل بعضهم إجماع الصحابة، على أنه ليس في المعاصي مفسدة اللواط، ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، بل هي تلي الكفر في جرمها. يقول بعض أهل العلم: وقد يكون إثمها أكبر من القتل بغير حق. ولهذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتل فاعلها، وقد ورد ذلك في حديث حسنه بعض أهل العلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يفعل فعل القوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم، لا يستحقرون، لا يستحقون ولا يستأهلون البقاء على ظهر هذه البسيطة. وهذا من أوشك أسباب هلاك الأمم،
إنه من الغريب جدا أحبتي في الله ومما يستقبح ويستحجن مما تشمئز منه القلوب وتنفر منه الطباع وتنبو منه السماع، أن يأتي رئيس دولة، رئيس أقوى دولة في العالم، ليمر على دول العالم ويأتي إلى هذه البلاد محملا برسالة. ما هي هذه الرسالة؟ رسالة تدعو إلى إعطاء حرية لهؤلاء الشاذين والشاذات، لأهل الشذوذ الجنسي. ولله در رئيس أحد دول الإفريقية الذي كان جوابه مسددا عندما قال لهؤلاء: لا يوجد في قاموس الأمم الإفريقية ما يسمى باللواط. أمم على الفطرة ولو كانت كافرة، لأنها لا زالت تسير على فطرة، وإن أصابها الانحراف في بعض الجوانب، نعم، من كان على الفطرة فهو يحب العفاف ويحب النظافة ويراعي القيم الأخلاقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.